at the velocity, as the velocity goes to zero, the hydro grid line and the energy grid line approach each other. مرة ثانية لاحظ لما ال velocity بتصير zero زي هاي المنطقة, ال hydro grid line وال energy line approach each other. كمان in a reservoir they are identical and lie in one surface, اللي هو هذا surface. المهم جدا هون موضوع البزوميتر, ارتفعت في المي لمستوى الهيدرو جريد لاين, والبيتوت تيوب ارتفعت فيه لمستوى الانيرجي لاين, والفرق بيناتهم زي ما عارفين هو الفي سكوير على 2G. فكرة البمب انيرجي لاين, عملية قفزة انيرجي لاين, القفزة هاي تمثل الانيرجي added by the pump, H pump, والديفرنس هذا بضل هو هذه V1 سكوير على 2G, وبالنسبة لنا هون هي هاي اللي هي V2 سكوير على 2G. A turbine causes an abrupt drop in the energy line. Again, عندنا الانرجي لاين, الدروب هذا اللي صار في الانرجي لاين بيمثل هيد لوس ديو تو فريكشن. مره ثانيه الانرجي لاين نزل منسوب الانرجي بمقدار هيد لوس, بعدين نزل كمان مقدار كبير هو نتيجه التربين, نتيجه الانرجي تيكن باي ذا تربين. بتابع الانرجي لاين وبوصل بمستوى الخزان, لانه الخزان يمثل energy, مستوى level of energy. الهيدرو جريد لاين بضل عندنا الفرق هذا يمثل ال V سكوير على 2G, هاي ال V هنا difference. لاحظ الهيدرو جريد لاين نزل وتابع طريقه بهذا الشكل, حافظ على distance المسافة بين الانرجي لاين والهيدرو جريد لاين, again it's V سكوير على 2G. لما خرج من التربين الفيلوسيتي شو صار فيها؟ صار فيها dissipation in the reservoir, dissipation in the reservoir, وبالتالي الهيدرو جريد لاين بدا يطلع باتجاه الانرجي لاين. لاحظ وكانه حتى لو كان الفتحه في الخزان مباشره بصير الوضع انه المي كانها بتدخل بهذا الشكل, والانيرجي لاين الهيدرو جريد لاين بيبدا بالتدريج يقرب من الانيرجي لاين في داخل الخزان. وشو بيصير في داخل الخزان؟ بيصير dissipation of the velocity head in the reservoir itself gradual expansion of conduit allows kinetic energy to be converted to pressure head with much smaller head loss at the outlet approaches the hydro grid line or approaches the energy grid line. When a pipe discharges into the atmosphere, مية خارجة وين باتجاه؟ اتجاه الاتموسفير. هذا بيمثل again ال V سكوير على 2G. لاحظ هنا النوزل شو صار فيها؟ بدأت تعمل gradual contraction, وبالتالي بتبدأ تزيد السرعة والهيدرو جريد لاين بيبدأ يبتعد عن الانرجي لاين. مجرد ما خرجت المي في الهواء البريشر شو صار؟ زيرو, وبالتالي هاي المسافة ماذا تمثل؟ الفي نوزل او الاوت سكوير على 2G, اذا اعتبرنا هاي نوزل الفي نوزل سكوير على 2G هي مخرج او الانرجي اللي ضلت مع المي هي خارجه من السيستم. اوكي, ان هذه هي الفي سكوير على 2G. لاحظ من هاي النقطه لهاي النقطه بدات تتغير الفي سكوير على 2G تدريجيا. اوكي, البي على جاما ايكوالز في مجال دقيقة بس قربنا نخلص, بعطيك مجال للأسئلة. بس على اللي قبله.
تفضل. ليش الهيدروجريد لاين مشى هيك بعد؟ مشى مع المي. ليش الهيدروجريد لاين مشى مع المي؟ سؤال وجيه. شو بيمثل الهيدروجريد لاين؟ الهيدروجريد لاين بيمثل بي على جاما زائد زد. صحيح. لما صارت المي في الهواء البريشر ماله؟ اذا هذا زيرو. شو ضل الهيدروجريد لاين؟ زد. اذا اذا انت عندك داتوم هذا يمثل الزد والبريشر صفر، فاذا الهيدروجريد لاين بيمشي مع المي. طيب استنى شوي، السؤال اللي بيطرح نفسه، طب شو اللي بيصير عماله؟ وين راحت الانرجي؟ صار عماله بيصير في تغير في الزد على حساب مين او لصالح مين؟ لصالح البريشر صفر. لصالح انرجي. انا بتكلم انرجي. مومنت، خليه يجاوب لو سمحت. معلش، احنا عندنا الان قلنا في بي على جاما بلس زد بتمثل بيزومتريك انرجي، البوتنشال انرجي. البي على جاما متفقين زيرو بيكوز كله بالهواء، لكن عماله شو بيصير في الزد؟ تنزل لصالح مين؟ الفي سكوارات 2 جي. لاحظ السرعه هنا تختلف عن السرعه هنا، عمالها بتزيد السرعه. كل ما نزلت شو بيصير في السرعه؟ بتزيد. وهذا فعلا الجسم لما بينزل شو بيصير في سرعته؟ بتزيد. اي كانه الجسم مقذوف، عماله بفقد طاقه بوتنشال لصالح الكينيتيك انرجي. معي؟ فمره ثانيه هي النزل، الفي نزل هنا فقط، مجرد ما تابعت المي طريقها هنا السرعه شو صار فيها؟ زادت على حساب مين؟ حساب الاليفيشن، على حساب الاليفيشن. البريشر زيرو لكن الفيلوسيتي هنا تزداد، مقابله الزد شو بيصير فيها؟ بتقل. وضحت هناك؟ all of you are with me. اوكي، هلا هذا هون لاحظ الانرجي لاين، وزي ما حكينا الفرق هذا شو بيمثل؟ هيد لوس. نو، الفي سكوير على 2 جي هي المسافه بين الانرجي لاين والهيدروجريد لاين، لكن هبوط الانرجي لاين شو بيمثل؟ بيمثل هيد لوس. نتطلع الان في المنطقة هاي، وين الزد؟ هاي الزد، صحيح؟ وين البي على جاما؟ هاي البي على جاما، صحيح؟ وين الفي سكوير على 2 جي؟ هاي الفي سكوير على 2 جي. معاي؟ إذا this is في سكوير على 2 جي، هاي بي على جاما، وهاي زد في هاي المنطقة. نطلع على هاي المنطقة، هذا شو بيمثل؟ الزد. جاي الزد اكبر من البريشر واكبر من الفي على جاما. حتى ارجع للبيزومتريك هيد بدي ارجع هاي المسافه. اذا هاي المسافه شو بتمثل؟ زي ما كاتب لي اياها هون بتمثل، لكن نيجاتيف. فلاحظ زد ناقص هاي المسافه بوصل لانه هاي المسافه شو بتمثل؟ دي على جاما زائد زد. هاي المسافة بي على جاما زائد زد، هذه زد وهذه بي على جاما، فلازم البي على جاما تكون نيجاتيف. لاحظ الهيدروليك جريد لاين تحت منسوب البايب، معناته كل النقاط هاي البريشر عندها ماله؟ نيجاتيف بريشر. لحد هاي النقطة كل هاي المسافة هون البريشر عندها نيجاتيف. بيصير عندنا كافيتيشن عند المنطقة الكبيرة هاي اللي هي أعلى نيجاتيف بريشر، احتمال يصير كافيتيشن، احتمال بنحسبه وبنتأكد إنه في كافيتيشن ولا فيش، احتمال. إمتى بصير في كافيتيشن؟ لما بينزل بقرب من البي فيبر. لكن نطلع مرة ثانية وبنقول إنه هاي المنطقة البريشر عندها كله نيجاتيف. لاحظ هنا البريشر قديش بده يكون معناته؟ هنا البريشر زيرو، لانه هذه هي الزد وهذه هي الفي سكوير على 2 جي، معناته البريشر زيرو. عند هذه النقطة البريشر جيج، بنحكي جيج زيرو، والبريشر عند هذه النقطة البريشر جيج ماله؟ زيرو. وببدا يطلع الاليفيشن على حساب مين؟ ببدا يطلع الباي، بيزيد الزد على حساب البريشر، على حساب البريشر، بصير البريشر يصير نيجاتيف والزد يزيد بوزيتيف، والفيلوسيتي ثابته. الفيلوسيتي في داخل البايب هون ثابته، فبيزيد الاليفيشن على حساب البريشر، وبالتالي البريشر معوش غير انه يصير في النيجاتيف، في النيجاتيف جيج، فبدا ينزل
بيبدا ينزل عن قيمه الاتموسفيريك بريشر وبيبدا يعطيني نيجاتيف او ساكشن او بالتالي اعلى نقطه زي ما حكى لي هون نيجاتيف بريشر. واضح؟ كويستشنز. دايمتر تشينج، لاحظ لما تغير الدايمتر شو صار في هالمنطقه. هنا المسافه ظلت ثابته لحد ما بدا يتغير الدايمتر. بين نقطه التغير هاي لنقطه التغير هاي شو صار؟ لاحظ كيف الهيدروجريد لاين بيبدا يبعد عن الانرجي لاين، بحيث انه هاي السرعه اكبر من هاي السرعه، مزبوط؟ القطر هنا صغر فالفي سكوير على 2 جي زادت، القطر هنا اكبر فالفي سكوير على 2 جي مالها اقل. questions. فاذا واجين هاي شو اللي صار هون؟ ديسيبيشن للفي سكوير على 2 جي في داخل البايب. لاحظ هاي الانرجي لاين نزل فجأة بمستوى الهيدروجريد لاين، لأنه هي الهيدروجريد لاين، فهي كأنها صارت إيش؟ كأنها صارت هيد لوس ات ذا أوتليت، صارت هيد لوس ات ذا أوتليت. كل الفيلوسيتي اللي مع المية لما بتدخل على الخزان بتفقدها من خلال تصادم المية في المية الثابتة في الخزان بهذا الشكل زي ما حكينا، إنه أنا عندي هاي الخزان مستوى الخزان، هاي الفيلوسيتي دخلت بهذا الشكل، تبدأ المية تتحرك في داخل الخزان بهذا الشكل. فشو بصير؟ بصير ديسيبيشن للفيلوسيتي في داخل الخزان، وبالتالي كانه صار هاي الانرجي لاين كانه خسر الفي سكوير على 2 جي، لذلك شو كاتب لي هون؟ هيد لوس ات ذا اوتليت. هنا خساره. خساره نتيجه ايش لسه ما اخذناهوش؟ شابتر 5 نتيجه امباكت المومنتم نون الاستيك امباكت ولا الاستيك لما جسم الرصاصه لما بتضرب في الخشبه وبتمشي معها نون الاستيك وبالتالي في لوس في الانرجي. الالاستيك بيضربوا بعض بيردوا بيرجعوا وبيحافظوا على الانرجي ذير از نو لوس في الانرجي، لكن لما بصير التصادم بين جسمين بيندمجوا مع بعض شو بصير؟ نون الاستيك وبصير في لوس. مش هيك اخذنا في الكومباكشن؟ مذكرين؟ نفس الشيء هون، كتله الميه اللي ماشيه هون معاها سرعه مومنتم ضربت في كتلة المية اللي واقفة هون ومسكت فيها لزعت فيها، فشو خسرت؟ خسرت كل طاقتها، خسرت كل طاقتها، صار في لوس في الانرجي. هذا اللوس في الانرجي ناتج عن النون إلاستيك إمباكت اللي صار في الكتلة هاي، وبالتالي أنا سميته ديسيبيشن وهنا سماه هيد لوس ات ذا أوتلت، بس هو فعليا ناتج عن تصادم الكتلة المائية اللي معها سرعة ماشية مع كتلة مائية واقفة كليا، وبصير نتيجة هذا التصادم non-elastic compaction and there is a total loss in the energy، وبالتالي هذا اللوس في الانرجي هو الفي سكوير على 2 جي. واضح؟ مش على حساب شيء لوس، لا بزيد مقابله elevation ولا بزيد مقابله pressure، انما it is a loss، لذلك سماه head loss at outlet. head loss صار في compaction بين كتلة المية اللي ماشية بسرعة وكتلة المية اللي موجودة في الخزان. هذا الكومباكشن عمل ديسيبيشن، الديسيبيشن هذا هو لوس في الانرجي ناتج عن النون إلاستيك كومباكشن اللي صار بين جزيئات السائل. questions. واضح؟ نطلع على هذا ونشوف كيف كل هاي، وبعديها مباشرة اعتقد في اسئلة بترك لك اياها، بعديها كله examples بترك لك اياه وبجاوب اسئلتك اللي انت بدك اياها. لاحظ هنا الانرجي لاين عمل اول شيء هون خساره. المي كمان لما بتتحرك بهذا الاتجاه بدها تدخل على البايب بتعمل نوع من لوسز. هذا اللوس هيو بسميه اتش ال انترانس، فاذا في نزول في اللوس اسمه اتش ال انترانس. بعدين بيمشي الانرجي لاين وبخسر خساره ثانيه. شيل الخساره هاي اللي خسرها، هذه الخساره اللي خسرها نتيجه اللوس البايب فريكشن، ان راح نحسبه المره الجاي او بعد العيد ان شاء الله. فهون في فريكشن هي. بعدين شو صار في الانرجي لاين؟ طلعت البمب مسافه اتش بمب، رد مشي من هاي النقطه لهاي النقطه وبرضه رد خسر، هاي خساره، هذه برضه هيد لوس، هذه هيد لوس وهذه هيد لوس. الاولانيه هيد لوس في هذا الجزء من البايب، الثاني هيد لوس في هذا الجزء من البايب. بعدين شو اجاني؟ فالف. بعدين جاني فالف، الفالف هذا برضه في داخله في ايش؟ لوس. هيو حط لي اياها هون،
هذه المسافة سماها H head loss valve. H loss valve. بعدين رب تابع طريقه وبرضه خسر من هون لهون مسافة. هاي المسافة برضه خسارة. شو اسمها هاي كمان؟ فريكشن وين؟ في هذا الجزء من البايب. بعدين شو صار في البايب؟ وسع. شو صار؟ برضه الفلو هون عمل هيك وعمل هيك وصار في هون مشاكل. فرد عمل كمان لوس نتيجة الانلارجمنت. لاحظ انه ردت نزلت مسافة معينة، هي ايش؟ هي خسارة نتيجة الانلارجمنت. تابع طريقه برضه شو صار هون؟ هيد لوس فريكشن نتيجة الخسارة في هذا البايب. البايب شو صار فيه؟ صار فيه تضيق. اذا ضل الانرجي لاين ماشي بطريقه ما صارش فيه خسارة نتيجة الجراجوال كونتراكشن، ما صار فيه خسارة. ليش؟ لانه جاي سموث. انا مشيت البايب، خليت البايب يتغير مع مسار الستريم لاينز، فما في خسارة او قليلة جدا خسارة. هون لما كان عندي هاي الحالة صار تغير مفاجئ، فمش بصير في المي في حالة التغير المفاجئ، تترك هيك بتعمل بتمشي بهذا الشكل، فهون بصير في لوس. لكن في هاي المنطقة، لاحظ في هاي المنطقة شو صار؟ صار تضيق تدريجي، فالمية ماشية بطبيعتها وسلكت براحتها مع هذا السموث كونتراكشن، بالتالي ما خسرت. بس شو اللي تغير؟ السلوب للإنيرجي لاين يتغير. ليش؟ لأنه السلوب هذه بتكون كمان خسارة في إيش هاي؟ هذه هيد لوس فريكشن في البايب. لاحظ السلوب تغير لأنه السلوب يتغير بتغير قطر. السلوب ما عن ماذا يعبر؟ هذا السلوب شو بيمثل؟ السلوب للإنيرجي لاين شو بيمثل؟ بيمثل الهيد لوس على الطول، بيمثل قديش بخسر في كل متر. فالسلوب هو اتش ال على ال، وبالتالي كل ما الأنبوب كان أضيق كل ما زاد الهيد لوس، وبالتالي السلوب للإنيرجي لاين ماله بزيد. بنرجع على اللي قبليها، نتطلع انه فعلا السلوب للإنيرجي بنضفها كلير اول، بنلاحظ انه السلوب للإنيرجي لاين زاد. لاحظ كيف هاي نفسها الحالة عمالة بتتكرر، السلوب للإنيرجي لاين زاد، ستيبر إنيرجي لاين بسبب زيادة الهيد لوس. فاللي صار وراها هون كمان ستيبر إنيرجي لاين بسبب زيادة الهيد لوس. بنضفها بنطلع عليها مرة ثانية، بنلاحظ كيف الانرجي لاين. اذا هو الانرجي لاين وات از ذس؟ ات از ا برزنتيشن، تمثيل. احنا قلنا ايماجيناري لاين، ايماجيناري لاين. ها هذا الايماجيناري لاين بيعطي انديكيشن، ات انديكيتس التغيرات في الانرجي. لوس في الانترانس، الفريكشن لوس زياده بامب، لوس في الفريكشن، لوس في الفالف فريكشن، لوس في الانلارجمنت فريكشن، زياده في الفريكشن نتيجه تضيق البايب، واخر واحده ايش هاي؟ لوس في الاوتلت اللي قلنا نتيجه الديسيبيشن اوف ذا فيلوسيتي ان ذا بيج ريزرفوار، او نتيجه النون بلاستيك كومباكشن بين كتله الميه اللي ماشيه هون وكتله الميه اللي واقفه. زي واحد بركض على مجموعه واقفين، شو بصير فيه؟ بحضنه، كل الانرجي تبعته بتروح، مزبوط؟ بتروح مع واحد اسمين هيك يستقبله، تصادم، مزبوط؟ اوكي. وبالتالي this is the presentation. اذا في اي استفسار على هذا الشكل بليز احكي، بدي ارجع له هلا. هذا اكزامبل بترك لك اياه، وهذا اكزامبل كمان، هي مرسوم الانرجي لاين، وهذا اكزامبل بترك لك اياه، وهذا رسمته، وهذا اكزامبل بترك لك اياه كمان، بيكون خلصوا. نرجع لرسمتنا ومنشوف اذا حدا عنده استفسار عليها مشان بعدها نحل اسئله. اي واحد اخر اكزامبل بالسلايدات. طيب نطلع هذا اول، هذا عنده استفسار عليه؟ حدا عنده استفسار على هذا؟ اي واحد هذا؟ هذا؟ ايوه. اوكي نطلع هذا السؤال. Water flows from the reservoir on the left to the reservoir on the right. إذا عندنا flow من هذا الريزرفوار لهذا الريزرفوار.
at a rate of Q 0.45 meter cube per second. The formula for the head loss, معطينا الهيد لوس. What elevation in the left reservoir is required to produce this flow? بدنا هذا الاليفيشن اللي بسبب هذا الفلو. كل بساطة بنفرضه H وبنحط H، شو بتساوي؟ حطينا H، في عندي أي شيء انرجي هون غير هذه ال H؟ مش عندي أي شيء، لا لا. هذه ال H شو بتساوي؟ بتساوي هنا زيرو. شو اللي زيرو هون؟ الاليفيشن، الاليفيشن 110، هاي 110 زائد، اذا مش كل شيء زيرو. الفي سكوير على 2 جي هنا صفر، والبي على جاما هنا صفر، شو ضل؟ هيد لوس. شو في عندي هيد لوس؟ شو في عندي مجموع الهيد لوس؟ اذا عندي الاتش ناقص 110 بدها تساوي مجموع الهيد لوس. شو عندي هيد لوس؟ هلا ممكن واحد يقول في هون هيد لوس، بنقول له لا، من انه لا. ليه؟ لانه سموث. بما انه عاملها سموث، لاحظ عاملها سموث ومش معطيني معلومات عنها، مش معطيني معلومات عنها، عاملها سموث ومش معطيني معلومات عنها، فبنقول هاي اللص تبعت الانترنس بدنا ليش نعمل فيها؟ نهملها. لكن شو عندي اهم وحده؟ عندي هاي الفريكشن. كم وحده بدي اخذ فريكشن؟ بهذا البايب وبهذا البايب. بناخذ الاولانيه، الاولانيه بوينت او 18 في ال ال، قديش ال ال؟ 200 قدم، هاي 200 على على الدايمتر 1.128 في الفي سكوير على 2 جي، قديش الفي سكوير؟ معطينا ال 0.45 معطينا اياها متر كيوب بير سكند وحاطط لنا اياها فوت، بنعوضها بنحولها. هذه المشكله عند الدكتور محمد، انه الاسئله حاططها بالفوت باوند والنص حاطه بال، في اكثر من سؤال. بنحول ايه؟ بنحطها في التكيوب منشان يحل السؤال، ماشي؟ تكرم. بس بنكون كبرنا الهيد لوس، بنكون ضعفناه، لانه عارف انت المتر المكعب، لا بنكون صغرناه، اسف. منيح نكون صغرنا، مش مشكلة. المتر كيوب 9 أضعاف الفوت كيوب، لأنه المتر 3 فوت تقريبا، فالمتر المكعب 9. منيح صغرناها كتير، فليكن ما عندنا مشكلة. الفكرة خلينا نعتبر هاي فوت كيوب بير سكند منشان نمشي الحل. على الاريا قديش؟ على 1. لا ليش؟ ما معطيني اياها اريا مباشرة. على باي، هاي في سكوير، على 2 في 32.2. منيح. اذا هي حطينا الفريكشن في الخط هذا، يعني الان الانرجي لاين لما بده ينزل، بده ينزل هاي المسافه، هاي المسافه اللي نزلها، نمحها هاي، هاي المسافه اللي نزلها شو بتمثل؟ بتمثل هذا اللي حسبنا، بتمثل ال 0.018 في ال 200 على 1.128 في الفي سكوير على 2 جي، هي هاي المسافه. لاحظتها؟ هاي المسافه، هذا الترم هيو له هاي المسافة. وينه اللي سألني؟ هناك. اوكي ماشي معي؟ اوكي. هلا واحد بيقول لي طب هون في صدن، ما دام في صدن معناته في لص صغير، مزبوط. في هون مسافة لص صغير. هاي في لص نتيجة الايش هذه اللص؟ لص due to sudden expansion أو enlargement. بعدين بده يرد يصير كمان هيد لص. بده يصير كمان هيد لوس. هذا الجديد شو بده يمثل؟ اللي هلا بدنا نعمله زائد. اذا هذه زائد، زائد ايش؟ زائد هاي الصغيره اللي هي شو بتمثل؟ وين نكملها؟ نكملها هون زائد بوينت اجين 018، بوينت 018 في 300، ممتاز، على 1.596، مزبوط. هاي في، هاي في، هاي هذه ال على دي في ال في سكوير على 2 جي، بوينت 4.5. حولها او ما تحولهاش زي ما بدك، على 2 تربيع على 2 في 32.2. حولها او نفترضها انها تحولت، منيح؟ لا ما خلصش. شو ضل؟ وين وصلت؟ وصلت هون. شو ضل؟ ضل هاي، هاي شو هي؟
هذه اللي قبل شوي كنا نحكي عنها وينها؟ هاي اللي هيها هيها شو اسمها هاي؟ هيدلوس اكزيت. شو سميتها؟ شو قلنا شو صار في السرعة اللي هون؟ شو صار فيها؟ dissipated in the big reservoir. يعني قديش هاي قيمتها؟ اللي شفناها كمان هون هيها هاي headless at outlet. شو قيمتها قلنا هون؟ بس ورع بتوجي. فتطلع هون هذه headless at the exit. السرعة اللي مع الأنبوب، السرعة اللي المي خارجة فيها من الأنبوب دخلت على الخزان وصار لها إيش؟ صار لها dissipation. إذا كلامك إنه هاي اللي أنت بدك إياها هينا منحط لك إياها تكرم عيونك. وينها هون منحط بلس إيش؟ الفي سكوير على التوجي فين؟ في أي واحد؟ في هذا الأنبوب. يعني بلس 0.45 على 2 تربيع على 2 في 32.2. هذه اللي هي إيش؟ الهيد لوس نتيجة. إذا لاحظ كمان، لاحظ كيف الإنرجي لاين ساعدك. كان معي إتش انزلت 0.18 200 على كذا في سكوير على التوجي، انزلت اللوس في السادن كونتراكشن هاي، انزلت ال 0.18 ال على دي في سكوير على 2 جي، وصلت هون رديت خسرت الفيلوسيتي وصلت لمستوى ال 110. وهو هي هذه حاططها انا بس مش حاطط معادلتها هون. بقول لي بذكرني، طب قديش الهيد لوس نتيجه السادن اكسبانجن؟ بنقول له هو عباره عن الفي سكوير 1 ناقص في 2 سكوير على 2 جي. مش هيك قصدك ولا بالعكس؟ V1 minus V2 سكوير على 2G. الفرق بين السرعتين تربيع على 2G. اوكي هذا قانون، قانون انه انا في عندي الفكرة، في عندي هيد لوس هون. هذا هيد لوس قديش؟ كيف بنحسبه؟ في عدة طرق لحسابه، واحدة منهم الفرق في السرعتين تربيع على 2G. صحيح. لذلك شو اللي عمله هون؟ قالنا بي ال على جاما في سيل سكوير زد ال يساوي كذا، فحط هذا المستوى اللي انا بدي اياه يساوي حاطط بدل 0.018.02 هذه حاططها 0.02. هقول لك ليش، هلا بقول لك ليش. 0.02 وحاطط 60 متر مشكله انه هو عنده سوليوشن مانيوال على السيستم تبع المتريك سيستم، والكتاب من اللي معانا على الفوت باوند سيستم. فلما قص السؤال وحط لكم اياه، حط لكم اياه الفوت باوند سيستم، لما حط النص حطه على الاس اي سيستم معي، ولما حط الحل حطه. فالحل كالتالي، الحل اللي بنعمل هيك، استنى شوي، بحب يعمل هيك عشان الطالب يضل يحول. لا احنا بدناش نحول، هذه 200 متر بنحطها 60 زي ما حطتها، والثانيه قديش حاططها؟ 90. وهذه بنحطها 90 متر متر، وهذه بتصير O2 O بدل كذا، وبالتالي الأقطار 0.344.486 هذه 0.346 وهذه 0.486 والإليشيشن 34. نيح؟ فعمليا هو فقط زي ما حكيت، المشكلة انه عنده الأسئلة في الكتاب، فهو لما بيركب السلايدز ما غلبش حاله يحول، ترك لك اياها. هي فعلا زي ما احنا حطينا المعادلة باليونتس المضبوطة، في الامتحان بنجيب لك يونتس مضبوطة. مرة ثانية هذا الإليفيشن وهذا اللي هو ال 110 اللي هي الإليفيشن، هي الاف ال على دي في سكوير على 2 جي، اف ال على اف ال على شو اسمه فريكشن الكوفيشنت هذا ال على دي في سكوير على 2 جي، وهي اللي زميلنا اشار لها اللي هي اللوس. وين هاي؟ في 1 ناقص في 2 تربيع على 2 جي اللي هو اللوس في السادن انلارجمنت، الفرق بالسرعتين تربيع على 2 جي. وهي اي وحده هاي يا عنان؟ اللي هي الاكزيت، انه بيخسر كل السرعه اللي هو خارج فيها. دكتور لو كان عندي ايش اسمه
طولون نزيد 1 سكوير على 2 جي. لا مش 1 سكوير على 2 جي، استنى شوي، هذه بكير عليها يا حبيبي. هلا هون هاي تختلف، هل عندك هيك الوضع ولا عندك هيك الوضع ولا عندك هيك الوضع؟ يعني اذا المواسيرجي لحملك الماسوره في داخل التانك من جوا او خلاها بزيد اللوسس، اذا اصلا من البلاستيك والمرتبات وملحومين لحم ومعمول لها سموثنس بخف اللوسس، واذا جابها بهذا الشكل اللص هون عاده بنعبر عنه بكوفيشنت كي مضروب بالفي سكوير على 2 جي. عاده بنعبر عن اللص عند هذه المنطقه بالكي في سكوير على 2 جي، طبعا الفي بداخل البايب، لكن الكي في هاي الحاله 0.5، في هاي الحاله 0.05 او 0.8، في هاي الحاله 0.8 معي. فاذا كان سموث اهملتها 0.08 ولا شيء مش محزه، لكن لو كان حاد هذا سموث اهملت، لو كان حاد 0.5 نص السرعه بيخسر، ما بيخسر السرعة هو فعليا، ها دير بالك، هناك قلنا خسر السرعة راحت كل السرعة، هون ما بيخسر السرعة، السرعة بتضل زي ما هي، بس خسر من الانرجي بمقدار يماثل نص السرعة تبعته، نص الفي سكوير على 2 جي. ها هو ما بيخسر سرعة هون، بالعكس هو اصلا كان ماشي بطيء اسرع، كان صفر سرعته اسرع، فهو بيكسب سرعة، بس بيكسبها احساب مين؟ احساب الاليفيشن، وبيخسر من التوتال انرجي اللي عنده بهذا المقدار، فبيعتمد على الكي. هذا بكير عليه، هذا بالهيدروليكس بنستمتع فيه بزياده. ماشي، هلا بدناش نركز عليه. كويستشن؟ طيب يلا سؤالك. The energy grid line for steady flow in a uniform diameter pipe is shown. إذا في عنا pipe وفي عنا هون إشي وماشي pipe، وقلنا the energy line ماشي بهذا الشكل طلع وبهذا الطريقة. إذا the energy grid line for steady flow in a uniform diameter pipe is shown. Which of the following could be in the black box. شو ممكن يكون هذا البلاك بوكس؟ واحد بامب، سعجلش فكر قبل ما تجاوب. اثنين بارشلي كلوزد فالف، بارشلي كلوزد فالف، ابربت. هذا سؤالك سبانجن، انا جايبه هوم ورك يعني، ولا شفت صورته في الامتحان هلا يعني. Choose valid answers. يلا حاطط لي ثلاث شغلات. اول ما قال بمب بقول له لا مش بمب. اول شيء بدي اعرف اتجاه الفلو، هل الفلو طالع ولا نازل؟ نازل. اول شيء بدنا نشوف اتجاه الفلو، انسى المضخه او البلاك بوكس وتطلع على البايب. هاي الفلو الانرجي لاين شو بيعمل عماله؟ بزيد. شو اللي ممكن يزيد الفلو لاين جراجولي؟ شو ممكن؟ الضخ بزيده فجأة. إذا معناته الفلو بهذا الاتجاه. إذا الانرجي هون أعلى من الانرجي هون، لازم تطلع دائما. هلا ممكن هذه الحالة إنه الانرجي تزيد من هون لهون، فكر مباشرة خطأ وقال مضخة، صحيح ممكن تكون هاي مضخة إذا الفلو في هذا الاتجاه، لكن شو اللي بيخلي الانرجي تطلع؟ مش ممكن. اذا بالتاكيد الفلو في هذا الاتجاه، وهي مستوى الانرجي عند واحد وهي مستوى الانرجي عند اثنين، اذا هذا لص وليس اديشن، لص وليس اديشن. اذا الفلو بهذا الاتجاه، المي نازل نزول وهي نتيجه ذلك في خساره، هذا بيمثل هيد لوس، هذا بيمثل هيد لوس، وهذا بيمثل هيد لوس، وهذا بيمثل هيد لوس، هذا هيد لوس ديو تو فريكشن، هذا هيد لوس ديو تو فريكشن. اذا هذا هيد لوس، اذا بامب اكيد مش بامب، ممكن يكون ابربت اكسبانجن، ابربت اكسبانجن، وممكن يكون
بارشالي كلوزد فالف، ممكن هذا وممكن هذا، ممكن الاثنين. مش حاطط لي تربين، محطوط تربين او ممكن تربين، لكن في الغالب هو ايش؟ مستوى الانخفاض في الطاقة عالي، فغالبا تربين، لانه ايش؟ ابربت، مفاجئ. هذا ابربت اكسبانجن، اذا ماشي الفلو هيك ابربت اكسبانجن، واذا ماشي الفلو بالعكس، خليك معي اسمع الجواب، واذا ماشي الفلو بالعكس ابربت كونتراكشن. مرة تانية، اذا ماشي هيك ابربت اكسبانجن، واذا ماشي هيك ابربت كونتراكشن، لكن هذا جراديوال اكسبانجن وجراديوال كونتراكشن. اذا حاطط لك تربين، احد الاحتمالات هو تربين. ليش؟ برضه بيعتمد على المسافه، هذا الهيد لوس عالي، فهو غالبا الاصح ايش؟ تربين. ممكن يكون بارشلي كلوزد فالف. شو معنى بارشلي كلوزد فالف؟ وشو معنى ابربت اكسبانجن؟ اذا ابربت اكسبانجن هيها، او ابربت ايش بده اياها؟ اكسبانجن. هلا زميلنا قال لنا القانون للابربت اكسبانجن، الفرق في الفيلوسيتي تربيع على، فبعتقدش تكون بهذا الحجم اكبر من هذا اللص واكبر من هذا اللص. فاذا هذا ممكن يكون، لكن مش منطقي في مقدار اللص. وقضية البارشالي كلوزد فالف، هلا المحبس في البيت عندك انت على الخزان في مية، وانت بتفتح الحنفية، لما فتحت الحنفية، لما تفتح الحنفية على الاخر المية بتنزل اسرع من لو فتحت نص فتحة. ليش؟ طب ما هو نفس الفرق في الانيرجي. هاي الحنفية تبعتك، ماشي؟ مستوى المي في الخزان هون ثابتة، فالH هاي مالها ثابتة. هاي الH بدها تتحول هون لإيش؟ بدها تتحول لV سكوير على 2G، وبالطريق هيدلوس. في غير هيك الH تبعت المسافة من مستوى الحنفية عندك للتنك اللي على السطوح هو عبارة عن H. لما بدها تخرج المي هون من الحنفية بدها تكون تحولت، البريشر صفر، خرجت في الهواء، معناته الH كلها صارت في سكوير على 2G، صارت هيد لوس. ها؟ اذا لما انا بفتح نص الفتحه بزيد الهيد لوس، فبتخرج الفي سكوير على 2G اقل. لما بفتح الحنفيه على الكامل بقل الهيد لوس، بزيد الفي سكوير على 2G. لذلك لما قال لي بارشالي كلوزد فالف، مسكرها نسبيا جزئيا مش كامل، يعني في هيد لوس نسبيا عالي، فممكن تكون هذه بارشالي كلوزد فالف. اذا اي هاف تو انسرز ممكن افكر فيهم، تربين وبارشالي كلوزد فالف، لانه مسكره جزئيا. لكن بضل انه هل هذا الهيد لوس منطقي ككميه، اسف، هذا الهيد لوس منطقي ككميه ولا غالبا يكون تربين؟ الجواب الافضل تربين، بس ممكن اسمي توك التنتين احتمالات اخرى. questions